كونوا على وجل وعلى خوف ألا تقبل منكم أعمالكم، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ففكروا في أنفسكم وفي نياتكم ومقاصدكم، ولا يعجب أحد منكم بعمله أو يظن أنه فعل ما يجب عليه وأنه أدى حق الله عليه، بل يعتبر نفسه مقصرا ويعتبر نفسه مهملا وينكسر بين يدي ربه عز وجل. كان بعض السلف يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل لتمنيت الموت، وذلك لشدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى.